الآنسة محمد محمود محمد خالد يا حبيب قلبي قلبي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده علي الفكر الرشيد علي الفكر الرشيد عليك نقول لهنا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وأرسل معصوم صلى الله عليه وسلم باختيار الزوجة الصالحة التي إذا نظر عليها الإنسان أسرته وإن أمرها أطاعته وإن غاض عن حفظته في ماله وعرضه ودينه فقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة الأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاصفر بذات الدين الدرجة الثانية كما أوصى الحق سبحانه وتعالى المعاشرة بالمعروف فقال وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عروسين النهارده الأستاذ نقول الكابتن إمام عاشور متولي عبد الغني وستنا الأستاذة ياسمين محمد محمود محمد حافظ اسمها صح؟ وكيل العروسة هيقول الكابتن العريس بالراحة أول الله العظيم وزوجتك ابنتي وموكلتي الآنسة ياسمين محمد محمود محمد حافظ البكر الرشيد على كتاب الله على سنة رسول وعلى الصداق المسمى بيننا الله ثم الحاضرون شاهدون على ذلك العريس كل وكيل العروسة إن استغفر الله العظيم وقبلت منك زواج ابنتك الآنسة تسليم محمد محمود محمد خالد يا حبيب قلبي قلبي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده على كتاب الله على سنة رسول وعلى الصلاة المسمى بيننا الله ثم حاضرون شاهدون على ذلك وكيل العروسة قول العريس قبلته ورضيت العريس قول وكيل العروسة قبلته ورضيت نقول لهنا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير